الثانيه للاستطلاعيه الثانيه اللي كينظم المكتب الفرع الجهوي للنقابه الوطنيه للصحافه المغربيه للمناطق المتضرره من الزلزال ديال 8 شتنبير، خاصه اقاليم جبال الاطلس الكبير بتارودانت. اولا المتابعه ورصد كافه التدخلات ديال جميع الجهات المختصه في التقليل من اثار وتداعيات هذا الزلزال على الساكنه، وايضا لنقل الخبر اليقين لكافه الجمهور العريض الخطوات المستقبليه المتعلقه اساسا بالايواء الان ديال الناس، وايضا فين وصلت عمليه الانقاذ ودفن الجثث الى غير ذلك من المواضيع التي تؤرق متتبعي كافه المنابر الاعلاميه. وثانيا انه هذه حمله تحسيسيه ايضا للصحفيين من اجل الالتزام باخلاق المهنه في تناول القضايا ديال الازمات، منها الفاجعه ديال زلزال 8 شتنبر. بزاف لي باج كيروجوا اخبار الزلزال. بالنسبه للي باج ما كنهضروش عليهم، هذوك خارج المجال ديال القوانين المنظمه الثلاث المنظمه لقانون لقطاع ديال الصحافه والاعلام. هذوك لي باج ما ينشر داخل شبكة التواصل الاجتماعي وخارج اي عمل واي تقييم بالنسبه للصحفيين. هناك الان تهويل بالنسبة لبعض القضايا، هناك تزييف الأخبار، نشر أخبار كاذبة إلى غير ذلك. وهنا فين رصدنا منذ أمس أنه النيابة العامة على المستوى الوطني تدخلت في متابعة مجموعة من الأشخاص، وثانيا حماية الأشخاص والطمأنينة ديال المتضررين وأيضا الجمهور العريض ديال الاخر. هذه الزياره الثانيه للفرع الجهوي للنقابه الوطنيه للصحافه المغربيه فرع جهه سويس مسا، في اطار اولا تغطيه هذا الحادث المؤلم الذي الم بجميع المغاربه. حاولنا ما كناه نغطيو قدر الامكان هذا الحادث، لان حدث مهم يحظى بالاولويه بالنسبه للصحفيين. كذلك من المهام الاخرى على اساسها ان جينا كنجيو دائما هذه المناطق من كوبا، وانا كنتواصل وكنحاول نتواصل مع مجموعه من الصحفيين كذلك مع الساكنه، لان كان عندنا اشكال كبير بالنسبه للمتحلسه ومتحلي الصفه، كذلك بعض المؤثرين الله يهديهم هما كياخذوا بعض الصور ديال الاطفال وبعض السلوكيات اللي كتنافى مع قانون الصحافه والنشر. وبالتالي كنحاولوا امكن نوجهوا في اطار العمل ديالنا اليوم انه نحاولوا نوجهوا هاد الناس هادو. كذلك لاحظنا واحد المساله اساسيه، ان كاين واحد الوعي كبير عند الساكنه ديال المنطقه بخصوص مثلا صور الاطفال، لان لاحظنا مع الاسف البعض كياخذ صور ديال الاطفال، كذلك كيصور النساء تصوير مثلا النساء. وكنعرفوا هذه المنطقه محافظه جدا، وبالتالي كنحاولوا امكن انه نتواصلوا مع الجسم الصحفي بشكل عام، كذلك انه نديروا العمل ديالنا كصحفيين. مع الاسف هذا الحادث مؤلم جدا، دمر تقريبا الشيء بالشامل بالنسبه سواء على المجال في المجال العمري، مثلا لاحظنا ان مجموعه من المنازل تربات، كذلك فقدنا مع الاسف مجموعه من الناس، هادو عائلات ديالنا، هادو خوتنا، هادو ابواء الاباء ديالنا، هادو جدات ديالنا، مع الاسف الله يرحمهم جميعا. وبالتالي كنجدوا عليهم الرحمات بهذه المناسبه، وكنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل بالنسبه للناس اللي كيتشافوا الان في مختلف المستشفيات، كذلك امام هذا المستشفى العسكري اللي تقام هنا بمنطقه تفنقولت. كنشوفوا الناس بزاف كيستغلوا اطفال بهذه الظروف وكيصوروهم. نعم. على اذن ديال الوالدين. نعم، هذه من السلوكيات اللي كنحاولوا امكن انه نوعوا بها، لان الهدف الاساسي هو التوعيه. احنا ماشي ما احنا ماشي كنزجروا، لا، احنا كنحاولوا امكن نوعوا الناس سواء صحفيين وكذلك بالنسبه للساكنه، لان الاهم هو انه نوعوا الساكنه بانه وقت ما لاحظوا شي سلوك معين من اي شخص كيف ما كان نوعه، انه مثلا بغى ياخذ صور ديال الاطفال الصغار، ولا بغى ياخذ صور مثلا بدون اذن ديال الاباء ديالهم، كذلك بغى ياخذ شي صوره معينه بدون اذن ديال صاحبها،
انه يتصدى ليه، وعلاش اللي جايبس الليله ابعد من ذلك مثلا يتواصل مع الدرك الملكي المتواجد بالمنطقه. هذا هو الهدف الاساسي عندنا، انه خصنا لان لاحظنا مع الاسماء مجموعه من السلوكيات اللي كتنافى مع قانون الصحافه والنشر. كنصوروا اطفال صغار اللي هما للتجار، كنصوروا العيالات، كنصوروا بدون اخذ الاذن ديالهم. مع الاسف هذا الشيء اللي واقع في هذه المنطقه مع الاسف، وكنتمنى ان شاء الله انه نكون واعيين ونتحمل المسؤوليه ديالنا. انا صحفي ماشي فقط هو اللي كينقل الاخبار، ولكن كذلك عنده واحد المسؤوليه اجتماعيه كبيره. امين ناجي، عضو النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه فرع جهه سوس مسا، اليوم كنتواجدوا هنا بجماعه تفنقول عماله اقليم تارودانت في زياره ميدانيه ثانيه اللي كينظمها الفرع الجهوي للنقابه الوطنيه للصحافه المغربيه الفرع الجهوي ديال سوس مسا، من اجل مجموعه ديال الصحفيين ديال الجهه. اننا وقفنا على مجموعه ديال الطواوير، شفنا مجموعه ديال المتضررين، وكذلك العائلات ديال الضحايا اللي من هذا المنبر كنقول لهم تعازينا الحاره للعائلات ديالهم اللي مشاو في الزلزال ديال 8 شتنبر اللي ضرب المغرب. هذا الحدث الاليم اللي احنا كنقابه وطنيه للصحافه المغربيه جينا باش نوقفوا على مجموعه ديال الامور، وخصوصا اننا خلقنا خليه ديال الازمه وديال الترقب، وباش نوقفوا على اخلاقيات المهنه وتنظيمها، باش مجموعه ديال الاخوان الصحفيين انهم كما كتعرفوا فحق الصوره مشروع، ماشي اي واحد يجي ياخذ صوره ديال الاطفال او اخذ صوره بدون علم صاحبها، وكذلك بعض الصور ديال الجوجات وديال شي حوايج اللي كتنظم اخلاقيات المهنه. جينا اليوم هنا لجماعه تفنقول باش اننا نديروا واحد الزياره ميدانيه للمستشفى العسكري الميداني هنا اللي مقام هنا، اللي كيستقبل مجموعه كبيره من المصابين على اثر الزلزال. فصراحه فالاخوان كنبغي نشكرهم جميع الاخوان ديال الصحفيين ديال جهه سوس مسا اللي قاموا بمجهود جبار وبعمل كبير، والحمد لله ان ما كانش عندنا بزاف ديال الحوايج في التغطيات اللي هما خايبين. الحمد لله فالاخوان بينوا على المهنيه الكبيره ديالهم، كنعاود نقولها كنبغي نشكرهم ونشكرهم بزاف على العمل ديالهم. هذا طبيعه الحال فهو واجب، ولكن كما كيتقال اللي من لم يشكر الناس لا يشكره الله. فاذا تحيه كبيره للاخوان الصحفيين جميع المنابر، سواء الصحفيين المهنيين او المراسلين ديال المحطات الاذاعيه التلفزيه المواقع الالكترونيه، اللي خصوصا اخوان اللي باتوا هنا من نهار ديال الزلزال، كانوا هنايا وقفوا على الكبيره والصغيره، كانوا العين الاخرى للمجتمع، ووصلوا معلومات اخبار. كذلك كان الدور ديالنا داخل النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه في جهه سوس مسا اننا كنحاربوا الاخبار الزائفه، هاد الاخبار اللي كتوصل بشكل مغلوط للمواطنين. فاحنا حاولنا اننا نصححوا هاد الاخبار، وكذلك نوقفوا على الحد ديالها، لان العامل النفسي اي المتضررين والناس اللي مشوا في الزلزال، كنتمنوا المتضررين الشفاء العاجل، وكنتمنوا الضحايا العائلات ديالهم تعازينا الحاره. ولكن ما نساوش داك الطابع النفسي للعائلات في الجهه كامله، فالناس خايفين شفناهم بسبب هذه الاخبار الزائفه. صراحه تحيه للاخوان اللي كانوا واقفين على هذه الخليه ديال التتبع ديال الازمات ومحاربه الاخبار الزائفه. ومره اخرى فتحيه لجميع المهنيين وجميع الصحفيين ديال جهه سوس مسا. اليوم كانت لنا خرجه ميدانيه الى المناطق المتضرره بالزلزال المدمر الذي شهده المغرب الاسبوع الفارط. اليوم نحن كصحافة مهنية نتواجد بعين المكان للوقوف على الأضرار الجسيمة التي تكبدتها ساكنة هذه الضواوير التابعة لإقليم تارودانت. فعلا تواجدنا هنا لنقرب للمشاهد للرأي العام، ونظهر بصورة تشرف الإعلام الوطني، ونقدم كذلك صورة عن
جسامة الأضرار التي تعرضت لها ساكنة هذه المنطقة والضواوير، وكذلك وفي نفس الوقت كانت صلة رحم مع أهالي الضحايا وكذلك المضرورين بهذا الزلزال فعلا الذي كان زلزالا عنيفا وخلف خسائر كثيرة. إذا نشكر كذلك نقابة الصحافة الوطنية المغربية اللي نظمت هذه الخرجة الميدانية لهذه الدواوير، واللي أعطتنا فرصة أنه نكون بجانب الضحايا بهذه المناطق المتضررة.